واش بصح كيدير انت كتشوف حتى 220 هذه خاصه 220 جمله هي 230 زباله شو كبير يلاه وهي كل كاين الدق شي ضرب ديالنا هذا الله يحفظه صافي والله حتى بنادم مات بالجوع وكنقول لك اخويا قسما بالله الا جي في العشيه السوق ليه يجي العشيه وتشوف بنادم مسكين ملي كيسالي ومع ديك العشره ولا هذيك يشوفها بنادم في حالاته كيجيو الناس كيجمعوا داك الشيء من الارض من الارض يجمعوا بصله خامجه يجمعوا الخيزو خامج يجمعوا كل شيء خامج وكديو لوليداتهم واش كنفكر في الانتحار والله ما نكذب عليك بالله قسما بالله ما يدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي ومتابعات ريفدية في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ورمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. الفيديو ديال اليوم خاص بالغلاء الفاحش اللي كتعرفوا الخضر على مستوى أسواق جميع التراب الوطني، بحيث وصلت الخضرة لواحد الثمن اللي ما كيتصوروش العقل وما عمر في السابق فات بأنه شي مادة من الخضر وصلت للثمن اللي كاين حاليا، بحيث أن البصلة اللي كانت كدير درهم ونص درهم جوج درهم وصلت اليوم الثالث من رمضان 18 درهم في أسواق الناظور، وبطاطا دارت 12 درهم بنفس الأسواق بالإضافة إلى مطيشة اللي ما فهمنا فيها حتى وزة. مطيشة هذه واحد سيمانة ولا 10 ايام قالوا الثمن ديالها غادي يرجع وغادي يستقر، وفعلا رجعت لخمسة دراهم ثلاثة دراهم ونص أربعة دراهم، ولكن فرمشة عين ولات ب 12 درهم حتى هي. سبب الاسعار المرتفعة ما مفهومش بزاف. مشينا للمارشي كريوس للمارشي ديال الجملة بمدينة الناظور وتلقينا مع السي عبد الرحمن بائع البصل وشرح لنا شي أمور اللي أعتبرها شخصيا خطيرة جدا. إذن خليكم معنا ونعرفوا الأسباب ديال الغلاء اللي غادي يقولنا السي عبد الرحمن، ومنها أن البصل المغربي كيمشي عبر إحدى الدول الإفريقية حتى الجزائر، والمضاربين وش الحوايج غادي يشرحها لنا عبد الرحمن اللي سبات الغلاء ديال البصل ومواد غذائية أخرى. خليكم معنا. هاي غير المحصل ديال الجزائر ديالنا وكمل على الهضرة. الجزائر هاي كتجي البصل موريتانيا كيسرجوها من موريتانيا، الجزائر كتسرجوها من موريتانيا، صاحبي عنده الرموك كيجي تما عام سيدي الحديد يمشيو لموريتانيا، هادو اللي كيسيبوها كيصدروها لموريتانيا راه كيسرجوها الجزائريين. حنا ماشي مزيانين ولكن الخضر ديالنا مزيانة، هادي راه كنقولها لك، كيسرجو بالرموك ديالهم الجزائر، الجزائر موريتانيا كيسرجو بالرموك، الخضر ديال المغرب، حنا ماشي مزيانين، علاش حنا ماشي مزيانين؟ حنا أحسن منهم. برا حتى راه كنقول لك تيباركي 1200 في 1150 يتكاس 1600 دي برا، مي من واخد والو، 1700 تكد دي برا، وأضربون كاوانيتا. ما غاكش السلطاني وما غاكش تقي النظر، ست سرغوة. تدي من عزاحة من عباري من حاس 8 خاش صريخ. اش صريخ صريخ صاحبي الشرطة إدارية، صريخ الشرطة إدارية. منع 30 أفراك قبل ما غاك 207. منع خاس 230 أفراك في برا. الشرطة إدارية قايل شحال مزيان. السي عبد الرحمن اللي كيقول لك هذه الهضرة. 30 أفراك خاص يمنع لي برا خاص زاغويش. خاص زاغويش ما يمنيش بك حد يغيا يجمد. يقدر ندي الدولة يلقيا يجمد. ولكن المراقبة والو. أقصد كي 1400 بصل، ودي دير مونكا، هذا الطف، كي غير 250، 25 دورو، ثمن مونكا تشوف درهم 20 دورو 2 مليون فرانك، الله يجعل البركة، الخضوة، هذوك مليون و700، هذوك مليون مليون و500، هذوك مليون فرانك، يا خويا، كيما الله يجعل البركة، نقل يد مازال 100 مو، حتى 30 دورو تيباركي تيباركي 1200 في 1150. يتكاس 1600 دي برا، مي من واخد والو، 1700 تكد دي برا، وأضربون كاوانيتا، ما غاكش السلطاني وما غاكش تقي النظر، ست سرغوة، ما غاكش السلطان أودي غاتبغى تويوار. عزيزي مبارك سعيد. أول حاجة بعد رمضان مبارك سعيد، نوز غاش غالمارشي نهارش نسقسخ الثمن البصر مش حايقة. نعم أسيدي، الثمن البصر شي زوج ديال 1200 زي الأسعار غاتندى الأسعار نيشان. غير 400 غير 350 واش تجي ثانيتها نشقنعها تاوي درهم الله يجعل البركه تاوي درهم العمسي الله يجعل البركه. اما 25 دور قد 25 دور 25 دور 25 دور قد هو يدز درهم
50 درهم جا درهم ليش على البركة نعم ولكن هاني المراقبة والو ميمي مراقبة والو مسكين كان غير بدات 17 دورو رب صرت تاع بركة 1600 كي غير 250 تعريفة وشو هاني خشا وخضر رمضان مبارك مبارك سعيد الحمد لله والنقبوية يتمدن ميمي راك غنغي يتمدن ميمي في الغنغ ميمي غنغ شي يتمدن غير خدمت والو مراقبة والو خدمت يعني مراقبة تتويو 400 دطاس 1350 دطاس نعم كي غير 1250 1200 مليون 5 مليون 6 مليون فراكي زينا الله يجعل البركة ما يجعل البركة ميمي غيامي هذا شحيح بخير أكش بدأت نعم سيدي بزموة بدأت بزموة عمار سحيد 10 دور تقدر 17 دور ببساطة 100 الحل دقاز الرحمن الحل هو أبروسي السلطة أتو يا السلطة أبروسي بغت عمار غير خيرية غير خيرية وفي من غير الساعة مباركة والساعة مباركة خلت تتجيو ذي باركة تتجيو ذي باركة لتو ذي بارة وتجيبوا القانون البلدية مشيت خدت القانون البلدية خدت كوميسيون خدت كلشي فهمنا ليا خدت تيبيا هنا مبارا وقت التسليم من حاجة الله هنا مبارا والو يزنوزا مراقبة والو تص خو تخجس نبو القانون واخا يمني زنوزا نسوار فوق 400 1500 في برا واخا حتى 30 درتي ودي باركي تو دي باركي سوار فوق 200 1150 يتقاس 1600 دي برا مي من وراء رتوا والو 1700 تكد دي برا اضرمون كاوانيتا ما غاكش السلطان وما غاكش تقي النظر خص سرغوا ما غاكش السلطان او بغات ويوار ما من غير قش الرقم واحد ديال الصدق خلناش قنوب عبد الرحمن خش ونيوم قنوب عبد الرحمن يجيني معروف ودي الزين فهمني غلا عبد الرحمن معروف ديال الصدق خلناش الرقم واحد ديال الصدق خلناش فهمت ميمي غنغي يهما تا درهم ضيع البال كيف 20 طن 2 مليون فرنك يو ادوات خلنا 2 مليون مليون 500 كفايه اقنع مي غنغش يا يهما ميمي ولكن مراقبه والو اقصد 1400 بصفر ودي الممكن هذا الطف كي غير 250 25 دورو الباركي ثمن ممكن تشوف درهم 20 طن 2 مليون فرنك الله يجعل البركه نفضلوا هذوك مليون 700 هذوك مليون مليون 500 هذوك مليون فرنك كفايه كيما الله يجعل البركه نقري يد مازال مي مو هاي غير المحسن ديال الجزائر ديالنا وكمل على الهضره الجزائر هاي كتجي بصال موريتانيا كيسرجوها من موريتانيا الجزائر كتجي من موريتانيا صاحبي عنده الرموك كيجي تما مع سيدي الحديد يمشيو لموريتانيا هاد اللي كيسيبوا كيسدروها لموريتانيا راه كيسرجوها الجزائريين حنا ماشي مزيانين ولكن القدره ديالنا مزيانه هادي راه كنقولها لك كيسرجوا بالرموك ديالهم الجزائر الجزائر موريتانيا كيسرجوا بالرموك القدره ديال المغرب حنا ماشي مزيان علاش حنا ماشي مزيانين حنا احسن منهم